السلام عليكم أصدقائي، عدنا إليكم من جديد بفيديو جديد أمام هذا الملعب. والله الإخوان ديالي فوياك ماجد لهذا الملعب، دابا تقريبا شي بعض الخطرات كنحاول ما أمكن باش نصور شني كان من داخل، فهمتي؟ والو سبحان الله، هاد المرة نحاول نشوف. دابا راه العساس قال لي لا، ممنوع تدخل بالطوموبيله ومنع سميتو تدخل، قال لي غير دور من سميتو صافي، من يعني برا الملعب وصافي الداخل لا. انا نحاول نشوف واش ممكن ندخل. المهم نسلت كما كتشوفوا الاخوان، وقيل سميتو النتيجة الاخيرة، وقيل كيبان لي غتبقى عايدة صافي. حاول ما بغيناش ماهوش يخليونا نصورو. كما كتشوفوا الاخوان دخلت، والله الا دخلت بالدخل قال لك ما خصهمش يصوروا، يا تصور يا ملعب عادي، فهمتي؟ يعني مع الاسف تحشمت مع داك العساس، والله العظيم واخا زعما الصراحة نقصت من اللي شافني كان حاضني مسكين، هو داير خدمته مسكين. كنت باقي كنت عول نهود لتحت يعني نصور الملعب كامل، ولكن مع الاسف جا عندي العساس قال لي يلاه يا ودي واش باغي تخرج عليا. المهم وعنده الحق مسكين. المهم الكامب نو ديال الحسيمه اخوتي قريب يتسالى، الكامب نو ديال الحسيمه راه قريب يتسالى اخايبي. كما قلت لكم تحشمت مع العساس، المهم حتى شي مره اخرى ان شاء الله. والله العادي تا واقيلا تا شي افتتاح واقيلا راه قريب، راه شفت الخدامه تما كيمسحوا الزيجان، ومهم فهمت يعني كيسكسوا كيسيقوا كي يعني قريب يسالي نشوفوا الكامب نو ديال الحسيمه شكون غيدي شنو. ايوا هذا مكان اخوتي